Hello, good evening. How are you today? I hope you're fine. مساء الخير. شلونكم شخباركم؟ أتمنى كل بخير وصحة وسلامة يا رب. Well, welcome in the first grade in Star Private Primary School. أرحب بطلابي طلاب الصف الأول من مدرسة عشتار الابتدائية الأهلية. Today we will learn new lesson and new book. اليوم راح نتعلم درس جديد كتاب جديد وهو كتاب الهيب هيب هوري وهو كتاب إثرائي يتكلم عن عدد من القصص الستوري and many words وكلمات very nice كلش حلوة ومهمة. Okay, تعالوا نتعرف على هذه الشخصيات. بداية الكتاب we have the first story on page 6. عندنا القصة الأولى بصفحة 6 بها many character عدد من الشخصيات وهم سالي and Sam and Kat. هذول أصدقائنا الجدد new friends. Okay, دول new friends أصدقاء جدد راح يكونون ويانا على طول المرحلة الدراسية، راح يرافقوننا طول المرحلة الدراسية هم وبعض أصدقاء النوبل راح نتعرف عليهم من خلال الدرس. إذا نتذكر سالي سام and Mr. Cat. This is part one. الجزء الأول من أول لقاء بين سام and Sally meet. سام and Sally meet. لقاء سام وسالي. قصة سام وسالي بها many parts. عدد من الأجزاء. اليوم راح ندرس البارت 1. راح ندرس فقط الجزء الأول. بعدين بالدروس القادمة نتعرف على بقية البارتات. اوكي، اذا بارت 1 الجزء الاول سام and Sally meet. لقاء سام وسالي. This is Sally and this is Sam. اول لقاء بيناتهم، بعدهم ما واحد يعرف الثاني. تعالوا خلينا نشوف شلون راح يتعرفون. Here Sally say hello hello and Sam say hi hi. I'm Sally. What's your name? I'm Sally. What's your name? أنا سالي. ما اسمك؟ What's your name? شنو اسمك؟ Sam answer. My name's Sam. My name's Sam. I'm Sally. What's your name? My name's Sam. My name's Sam. اسمي سام. It's nice to meet you. It's nice to meet you. It's nice to meet you. أنا سعيدة بلقائك. It's nice to meet you too. It's nice to meet you too. وأنا كذلك سعيد بلقائك. Here, look. هنا انظر. This is Mr. Cat. هذا القطة. شبيه تتباوع على two mice. على فأرتان two mice. يعني هما من هما؟ سام وسالي. شبيه القطة. قطة like mouse. تحب الفأرة. إذا هي شافت two mice. كان شو تقول؟ هم nice. هم نايس جميل. زين هي ليش قالت جميل؟ شنو النية اللي هي تريد تسويها بسام وسالي؟ برأيكم شنو؟ اوكي بالبارتات الجاي راح نعرف الكات ليش فرحت ان هي شافت سام وسالي. هل هي راح تصير فريندز صديقة الهم؟ لو شنو لو تريد تاكلهم؟ بالقصة الجديدة راح نعرف ايش راح تسوي كات. تعال نكمل درسنا. Here we have learn one lesson and say on page 7. بصفحة 7
بدنا learn والدرس الأول اللي يريد مني أسمع وأجاوب listen and say. Here we have four friends. أدنا أربع أصدقاء. بس أنا ما أعرف أسمعهم. Okay. شلون راح أتعرف على اسمهم؟ شلون راح أسألهم؟ I will ask them. راح أسألهم. أو say what is your name? What is your name? ما اسمك؟ What is your name? ما اسمك؟ The first one say my name's Jack. My name's Jack. Okay, this is Jack. What's your name? خلينا نسأل صديقتنا الثانية. What's your name? My name's Pam. My name's Pam. اسمها Pam. وهنا اسمه Jack. إذا تعرفنا على اثنين Jack and Pam. تعالوا نتعرف على الثالث. What's your name? What's your name? My name's Andy. My name's Andy. اسمه Andy. And this is her name. شنو اسمها؟ ما أعرف. تعالوا خلينا نسألها. يلا ask. اسأل وياي. Ask with me. اسأل وياي. What is your name? What is your name? ما اسمك؟ My name's Lara. My name's Lara. My name's Lara. Jack, Pam, Andy, Lara. Hi, Jack. Hi, Pam. And hi, Andy. Hi, Lara. It's nice to meet you. أنا سعيدة بلقائكم. يلا الطلاب الحلوين say with me. It's nice to meet you. Very good. Now turn the page on page 8. أقلب الصفحة على صفحة 8. شي يريد مني يقول لي song غني. بس طالب من عندي طلب. يريد من عندي trace then sing. Trace then sing. يريد مني أول مرة أطوخ trace بعدين ثم أغني. أطوخ ثم أغني. إذن شو راح نطوخ؟ راح نطوخ جاك. جاك باعوا هذا الاسم. جاك نطيني اياه خفيف. يريد من عندي أطوخه وأطوخ أندي ولارا أند بام. لارا أند بام. تعالوا خلينا نغني سوا وانتوا تطوخون. هاي هيلو هاي هيلو. ماي نيمز جاك. My name's Jack. What's your name? What's your name? باعوا طب هنا صديقنا جاك. طب جاك يغني ويقول Hi, hello. Hi, hello. My name's Jack. My name's Jack. What's your name? What's your name? What's your name? My name's Andy. My name's Andy. And my name's Lara. My name's Lara. My name's Pam. My name's Pam. Hi, hello. Hi, hello. What's your name? Hi, hello. Hi, hello. My name's Jack. What's your name? My name's Andy. My name's Lara. My name's Pam. Hi, hello. What's your name? On page 9, صفحة 9, مطيني practice تمرين يقول لي listen on number then trace. Listen on number راح نعوفها. كي راح نتركها. ما اريد النمبر. ما اريد الارقام. اريد من عندكم التريس. كي اريد من عندكم التريس. Here say my name's Pam. My name's Pam. اسمي Pam. نطوخها بالبنسل قلم الرصاص. And here say my name's Jack. My name's Jack. اطوخها ايضا بالرصاص. My name's Andy. My name's Andy. اسمي Andy. And here say my name's Lara. My name's Lara. اسمي Lara.
أيضاً أطوخها. Okay. Now close your student book. أغلق كتاب الملون وافتح لي الكتاب الغير ملون اللي هو Hip Hip Hurry Workbook. كتاب العمل. On page 4 على صفحة 4 عندنا سام and Sally meet. لقاء سام وسالي. معطيني سؤال يقول لي look انظر at match. Look at match. Okay. راح نباور وبعدين نوصل. معطيني أول اسم سالي ثاني سام. Is this Sam? Is this Sam? No. This is Sally. Sally. إذن نوصل سالي ويا اسمها سالي. This is Sally. And this is Sam. This is Sam. Excellent. Good job. سوينا match. Match means توصيل. Match معناها توصيل. عندنا التمرين الثاني اللي هو letter B. يقول لي listen and number. Listen and number. اسمع وبعدين رقم. شو راح نسمع؟ مطيني هنا القصة مالتنا بس مخربطة. أني راح أقرأ وقول يا هو من عندهم رقم 1. It's nice to meet you too. هل هذه بداية القصة؟ No. Hello. Hello. Very good. Hello. هي أول ما بدت بيها سالي. And Sam say hi. Hi. بعدين ايش قالت سالي؟ قالت it's nice to meet you too. Look at I'm Sally. What's your name? Very good. This is number 3. I'm Sally. What's your name? Sam say, my name's Sam. إذا number 4 هو my name's 4. Sorry Sam. هي number 4 رقم 4 على my name's Sam. بالترتيب. أول واحد hello. Number 1 hello. Number 2 hi. Number 3 I'm Sally. What's your name? Number 4 my name's Sam. It's nice to meet you. Sally say, it's nice to meet you. And Sam say, it's nice to meet you too. It's nice to meet you too. Excellent. Good job. أحسنتم. Here we have match on page 5. نروح على صفحة 5, page 5. مطيني match. توصيل. أيضا مطينا القصة هنا غير مرتبة. إحنا راح نرتبها بس هالمرة ما راح نرقم. راح نسوي match. توصيل مو number. Match. توصيل. سالي بدأت ب I'm Sally. What's your name? لو بدأت ب hello. Very good. سالي say hello. And Sam say hi. زين سالي قالت it's nice to meet you. لو قالت I'm Sally. What's your name? Very good. قالت say I'm Sally. What's your name? And Sam say, my name's Sam. It's nice to meet you. It's nice to meet you too. It's nice to meet you too. Very good. أحسنتم. إذن, hello, أول واحد. أعيد. أعيد. Hello, أول شي نوصله. And hi. بعدين I'm Sally. What's your name? My name's Sam. وآخر شيء it's nice to meet you. It's nice to meet you too. آخر تمرين عندنا هو trace. توصيل. Sorry. تطويق. Trace معناها تطويق. أيضا مطيني كلمات اللي هي القصة مالتني يريد من عندي أطوخها حتى أقوي إيدي على الكتابة. Number one. Hello. Hello. Number 2. What's your name? What's your name? And number 3. My name's Sam. My name's Sam. Number 4. I'm Sally.
أم سالي لينا حبايبي، هذا كان كل اللي مطلوب من عندكم. نهاية المحاضرة أقول لكم thank you for listening and I hope you understood and enjoyed in the meeting. وأتمنى أن أنتم فهمتوا واستمتعتوا بالدرس. And goodbye. Goodbye.